فادري معكم نظام الكوكب، رجعنا في فيديو جديد. في شنو هذا؟ حلقه جديده اليوم غنشوفوا شنو هو البينغ. البينغ واحد الموضوع كبير كيعرفوه الجيمرز وكيسمعوا به وعندهم مشاكل معاه. دونك اليوم غنشوفوا البينغ. دونك البينغ شنو هو؟ البينغ هو شحال الوقت كيدي باش انت تصيفط لانفورماسيون للسيرفر وترجع لك واحد الجواب. هذا هو البينغ المعنى ديالو. ولكن شنو خصو يكون البينغ باغ اكزومبل في لي جو؟ يكون البينغ بين كدا 20 10 الناس ديال فرنسا امريكا اللي عندهم كونيكسيون واعره ويكون السيرفر ديالهم في وسط المدينه ديالهم 100 300 الفوق 100 ديال البينغ للناس العاديين اللي يكونوا بعادين بزاف بحالنا حنا. اذا كنا دابا انتينا مكونكتي من السيرفر في فرنسا غياخذ لك البينغ بزاف وعيطك البينغ بزاف كومبارين واحد في فرنسا. غنبدا واحد ليكزومبل سهل نكومباريو خانه في فرنسا تخان السيرفر في فرنسا كتعطاوه البينغ 20. دونك البينغ 20 هو الوقت اللي كيدي باش هو يصيفط لافورماسيون وترجع لك. دونك هاد البينغ ما كياخذلوش بزاف ديال الوقت 20 ملي سكوند ماشي بزاف. غيجي واحد خانه من المغرب غيتكونيكتا عندك خانه في السيرفر ديال فرنسا دونك يبغي يلعب معاه في السيرفر ديال فرنسا اللي معاه هو. هاد البينغ شحال عطاوه؟ عطاوه 100 120 90 دبينغ. دونك هاد المغربي هذا عنده 90 دبينغ يعني كياخذ الوقت كثير باش يجيه لافورماسيون وتمشي. الوغ كو اخر في فرنسا عنده واحد الوقت قصير باش يصيفط لافورماسيون للسيرفر وترجع له. دونك هاد لافورماسيون باش يمشي ويجيو على الصالحين. نعطي واحد ليكزومبل سهل في شي لعبه. نقولوا انت واقف واحد الموطع في الاف بي اس واقف واحد الموطع وضدك واحد مخبع في الحيط. دونك هاد خانا مخبع في الحيط عنده 20 دبينغ يعني ما كياخذش الوقت بزاف من السيرفر يطيح لافورماسيون. انت عندك 200 دبينغ وجالس واقف. خانا خرج من الحيط وبان ضربك ورجع الموطا ياك تيناش كيبان لك دابا هو عنده 20 دبينغ ديك الشيء بان له عادي خرج من الحائط ضربك وخرج رجع من الحائط اوكيش الفرق انت اللي عندك 200 دبينغ رجعوا 200 دبينغ شنو وقع لك شنو وقع لك يبان لك ان ديك خانه خرج قتلك ومشى غبر ما عطاكش لي زانفورماسيون كامله يعني انت نقولوا انك تينا شنو يبان لك ما تبانلكش لي زانفورماسيون كامله يبان لك غير خانه خرج قتلك صافي الوغ كو هو خرج طلل عليك بقى فواحد شويه ضربك عاد رجع هذا هو المشكل ديال البينغ. بعد ما تيكون البينغ ديالك عالي السيرفر ما كيصيفطلكش لي زانفورماسيون كامله ما يصيفطلك واحد شويه حيت الباكيت لوست كيكون بزاف. هاد البينغ هذا علاش خصو يكون دابا طايح؟ باش تلعب انت مزيان كل ما كان طايح كل ما كان مزيان. وبالنسبه للبينغ شنو احسن حاجه بالنسبه للبينغ باش ما يتاثرش بها؟ البينغ كيتاثر بزاف ديال العوامل. دونك تقدر يتاثر بانتي فيروس اذا كان عندك انتي فيروس بي سي كيتقال لك ولا كيدير لك لي دوني البينغ عيطلع. دونك حنا نحاولوا نقولوا البينغ ديما خصو يكون طايح باش يكون البينغ طايح كاين بزاف ديال العوامل كياثروا عليه كما قلنا انتي فيروس بعد ما كياثر عليه عندك دي بروغرام بعد ما تكونوا كي ابديتيو في الباك جراوند يعني كي ابجريديو او لا كي ابديتيو مخبين في وسط البي سي ديالك كي ابديتيو شي لوجيسيال دونك اسكم ديزاكتيفوهم. عندك كارت ريزو الكارت ريزو خصها تكون عندك مزيانه الكارت مال او اذا كانت عندك الكارت مال ديجا فيها الكارت ريزو دونك خصها تكون مزيانه. عندك الروتور الروتور تاعو كيأثر في الكونيكسيون كيأثر في البينغ خصو يكون عندك الروتور مزيان. وعندك الطريقه ديالك ديال الكونيكسيون اذا كنتي مكونيكتي باغ واي فاي او كونيكتي باغ سلك ديال الانترنت احسن حاجه هو تكون مكونيكتي بالانترنت. واخا تكون مكونيكتي بالانترنت خصو يكون عندك واحد الكارت مير اللي فيها الكارت ريزو مزيانه باش كت دونك بينغ فهمتي بينغ ما عندوش سبب واحد يكونوا عده عوامل يعني انت اذا كان عندك واحد البينغ عالي بزاف وما لاقي في اللعبه يعني متقل بزاف ما كيوصلوكش لي زانفورماسيون مزيان في بليزيور سيرفور يعني انت راه عندك بزاف ديال لي بروغرام كي ابديتي يقدر يكون عندك الانتي فيروس كي ابديتي كيتقال لك البي سي يقدر يكون عندك الكارت واي فاي ماشي هي هذيك مزيانه اذا كنت كتيليشارجي بالكارت واي فاي يقدر يكون عندك يو اس بي ديال الواي فاي تكون هي كتقال لك مسائل كاين بزاف ديال العوامل اللي كيتجمعوا بزاف مع الوقت وكيطلعوا لك البينغ. الكونيكسيون بالواي فاي دائما غيكون فيها البينغ طالع مقارنه مع الكونيكسيون ديال السلك دونك اذا كنت باغي تلعب مزيان في البينغ حاول دائما يكون عندك السلك مزيان مكونيكتي بالسلك بالروتور يكون عندك الروتور مزيان يكون شي روتور غير مرقع ومشري ولا شي روتور لي باغ ديفو كيعطيه لك شركه ترقع عليك به خصك شي حاجه اللي تكون مزيانه وكتابديتي السيرفرات مزيان. عندك عاوتاني سبب اخر هو كيكون انك الكارت ريزو ديالك فيها شي ديفو البي سي ديالك يكون كيتيليشارجي شي حاجه يقدر يكون عندك ستيم مفتوح ولا يو بلاي ولا اوريجين يكون مفتوح هادو دي لوجيسيال ديال البلاتفورم ديال الجيمين اللي كيتيليشارجيو دي جو يقدر يكون عندك شي جو كيت ابديتا دونك حاول تشد كل شيء اذا كيطلع لك بينغ هادو من الاسباب اللي يقدروا يكونوا. وتقدر تكون حتى الشركه اللي عطاتك الكونيكسيون البينغ منها طالع
غادي يكون هادشي المشكل، اتصالات مغرب تيليكوم اورانج ولا ميديتيل على حسب شكون عطاك الكونيكسيون، يقدر يكون ما جيت تقلا هاد البينغ ما جا من عندهم، يقدر يكون عندك شي لينيا ماشي هي هذيك ما مكمولاش، ولا شي في شي ديفو عندكم في الحومه في المنطقه اللي كتسكن فيها. كاين عده عوامل، وتات شحال من واحد مكونيكتي في ديك الكونيكسيون اللي نتينا فيها، يعني خانه عنده 8 ميجا في الكونيكسيون مقارنه مع خانه اخر عنده 8 ميجا في الكونيكسيون، ولكن بنادم بزاف كي في الدار كي تيليشارجيو كيلعبوا كيتفرجوا، يعني كيتقلبوا عليك البينغ، وكل ما كانت السيرفر ولا السيرفر بعيد بزاف تاع واحد الحاجه اللي ما خصنيش ننساها هو السيرفر ديال اللعبه اللي غتدخل له، دونك السيرفر ديال اللعبه اللي غتدخل له دائما خصو يكون اقرب حاجه ممكنه للمدينه ديالك ولا البلد ديالك، واكثريه حاول في المدينه ديالك. انا نعطي اكزومبل واحد المثال، هو انا في طنجه قريب من اسبانيا، دونك كنت كونيكت السيرفرات اسبانيا ديال الالعاب فرنسا ديال ايطاليا ديال المانيا، كنت كونيكت لهم كيكون عنده واحد البينغ مناسب، واحسن حاجه هو تكونيكت شي سيرفر في المغرب اذا كان كنلعب مع شي واحد في لان اولا كنلعب مع شي واحد اونلاين في المغرب وهو اللي كيهوستي وعنده كونيكسيون مزيانه، دونك كيوصل لي انا الكونيكسيون مزيانه وكيكون عندي بينغ مزيان، وتا هو كيكون عنده بينغ مزيان وكنلعبوا مخيرين مع راسنا. السيرفر ديال المغرب غيكون مزيان حيت حنا ساكنين في المغرب، كل ما كنتي بعيد على مدينه كل ما طلع البينغ، حاول تلقى شي سيرفر اللي فيه مدينه مزيانه. دوك هادو من الحلول، هما الحلول باش تعاون تحسن البينغ. بغيتي تعرف البينغ ديالك بالنسبه لشي مدينه اولا بغيتي تعرف البينغ ديالك بالنسبه لشي سيت، كتمشي للكوموند ديال ويندوز سي ام دي، كتعمل غوشيرش سي ام دي كتطلع لك الكوموند ديال ويندوز، عمل طابي بينغ عمل اسباس، ومن بعد عمل www.google ولا نعطي اي سيت بغيتي .com، ومن بعد تحت عتمن اونتري وعيعطيك البينغ ديالك بالنسبه لديك السيرفر، وشحال الام اس، شحال الباكيت لوست، يعني شحال من ديزانفورماسيون اللي كيتلوستيو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي. دونك بغيت نهضر شويه على البينغ فقط، ديزانفورماسيون برينسيبال، يعني الانفورماسيون المهمه الاساسيه اللي غتحتاجوها نتوما بالنسبه للبينغ كحلول بالنسبه للناس ديال البينغ. حاولوا يكون عندكم الروتور مزيان، حاولوا تكونيكتاو باللينيا ديال اللان، تكونيكتاو شي بالواي فاي، حيت اذا كنتي غتكونيكتا بالواي فاي حاول يكون عندك الروتور مزيان. هادو لي زانفورماسيون اللي كنا محتاجينها. الكارت مير ديالك حاول يكون فيها كارت ريزو مزيانه ولا كارت اللان مزيانه، كان دي كارت مير اللي كيكونوا مزيانين خاصين بالجيمين كتجي معاهم كارت ريزو مزيانه فحال جيجا بايت، فحال جيجا بايت اسوس ام اس اي كيخرجوا بعد الحاجه ديال الجيمين اللي كيكون فيهم كارت مزيانه. كاينه انتل كتعدل الكارت ريزو مزيانه، كاينه كيلر شي حاجه تنسى لي اسم بالضبط، حتى هما كيعدلوا كارت ريزو مزيانه. ما كاينه بزاف ديال لي كارت ريزو، خصك عاد تشري شي حاجه مزيانه، ما تشريش ما تمشيش دائما ارخص وحده في الكارت مير، عاوتاني ما تهربش من احسن ارخص وحده، حيت الكارت مير كل ما كانت غاليه كل ما يكون فيها الكارت ريزو مزيانه كارت اوديو مزيانه. دائما فيريفي هذا الشيء، اذا كنت عاد عاود تلعب اونلاين لابد ما تفيريفي الروتور ديالك، طريقه الكونيكسيون ديالك، الكارت مير ديالك يكون فيها كارت ريزو مزيانه، اولا شريتينا الكارت ريزو تكون مزيانه زيد على الكارت مير ديالك. حاجه ثالثه، حاول تكون طاشي سيرفر اللي قريب منك بزاف، كل ما قرب السيرفر كل ما البينغ طاح وغتحاول تلعب مزيان. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكونيكسيون والبينغ، ممكن واحد ديزا فورماسيون خاصه بالنسبه للبينغ. نتمنى يعجبكم ايبيزود هذا الجديد ديال شنو هذا، كنت لايكي تكومونتي تحت، ابونا كليكي على سبسكرايب باش تشوف فيديو الساعه اللي كيخرجوا، سبسكرايب هي اللي كتخليك ملي تشوف فيديوز كيطلعوا لعندك في الشين ديال اليوتيوب في الباج ديال اليوتيوب، وكاين الجرس النوتيفيكاسيون اذا بغيتي تشوف لا شنو سميتو الفيديو الساعه اللي كيخرجوا تجيك النوتيفيكاسيون، حيت بعض المرات الفيديوز ما كيوصلوش لي زابوني كاملين، كيوصلوا لواحد النسبه والنسبه الباقيه كيوصل لهم باغ نوتيفيكاسيون، دونك النوتيفيكاسيون صراحه كونكم تروجوني على الباج ديال ماروكو جيمر في فيسبوك كان بوستو فيها لي زانفورماسيون لي زيماج فيديوز الحاجه الكامله اللي خاصه بالجيمينغ بالتكنولوجي وكلشي بالدارجه كما العاده ماد ان دارجه. شنو باقي اخر نقدر نقول لكم؟ تقدروا تجوانيو ستور موروكو جيمر ستور بوان كوم، اللي في الديسكريبسيون، اللي الناس كاملين ديال لي باج سوسيال كاملين في الديسكريبسيون ديال الفيديو. شنو نقول لكم؟ بغيتو شي جو، بغيتو شي حاجه، موروكو جيمر ستور، بغيتو تدعمونا بارطاجيو لايكيو تابوناو، خليكم في الفيديو، تصاوب بيس.